جربيها وانت هتوصلي لمستوى كويس، يعني انت هتحسي ان هي افضل، هتحسي باحساس احسن كتير جدا، وهتفيدك وهتفيد جسمك. اهم نقطه عايزين ان احنا نحط عليه سكر ولا نشربه ازاي؟ ممكن نستعمل ستيفيا، ممكن نستعمل ستيفيا، مفيش اي مشكله معايا خالص لما نستعمل ستيفيا. خلال الفتره دي خلاص احنا كده اخدنا نظام 3 ايام، كل 3 ايام هنعمل ايه. اهم حاجه لازم نركز عليها جدا، طب احنا نمشي كده دايما ولا احنا على اخر يوم ده نستمر عليه؟ ما انا هقول لك اهو، اهم نقطه مفيش سناك اطلاقا، مفيش اي وجبات خفيفه اخدها على الاطلاق، لسبب انا ايه المحور الرئيسي تاني؟ رفع هرمون النمو. طيب لو اخدت سناك ده هيعمل ايه بدوره؟ هيرفع الانسولين عندي. طب الانسولين هيقلل لي محور، هيقلل لي هرمون النمو، فكده يبقى انا نزلت بالمحور بتاعي، انا مش عايزه ده. في نقطه لازم ناخد بالنا منها، الكربوهيدرات والسكريات والكلام ده كله هنمنعه. انت سالتيني سؤال ازاي انزل نزول سريع، خلاص يبقى انت عندنا نقطتين، عندنا بلان هنمشي عليها علشان نقدر نوصل للتارجت او الهدف اللي حاطينه. واهم نقطه ان دايما لازم اكون صاحبه مبدا. يعني ايه مبدا؟ مبدئي هو ازاي احيا حياه صحيه، وبالتالي اعمل نزول الوزن. مش بنزل وزني عشان اعيش حياه صحيه، لا، نزول الوزن مرحله، لكن على طول الخط انا صاحبه مبدا ازاي احيا حياه صحيه، وده طبعا هيكون بالرياضه ومراعاه كل اللي داخل. تمام، بس انا برضو سالت، انت قلتي اخر يوم بيبقى هنعيد بقى الدايره تاني، جرين جويس دوا والحاجات دي. طيب انا هستمر العمر كله عليه ولا يعني النظام اللي انا همشي عليه هيبقى شكله ازاي؟ هبدا بقى خلاص، انا خلصت، انا لسه ما وصلتش للتارجت اللي انا عايزاه، هرجع واعيد تاني. يعني ايه هبدا واعيد تاني؟ عادي ثلاث وجبات، ثلاث ايام وهكذا لحد ما اوصل للتارجت اللي انا عايزاه، وساعتها هيبتدي نغير البرنامج اللي انت هتشتغلي عليه. يعني انا كل ثلاث ايام ارجع اعيد، صح كده؟ اول ثلاث ايام ثلاث وجبات، ثاني ثلاث ايام وجبتين، اخر ثلاث ايام وجبه انهاف، وما ننساش عنصر الرياضه طبعا، بشتغل ببتدي ان انا اتمر. طيب مشكله عدم ثبات الوزن ناس كتير بتعاني منها، ثبات الوزن نفسه ازاي بقى اثبته وازاي يعني اداوم؟ في ناس اصلا عندها مشكله في ثبات الوزن، يعني هي اصلا مش عارفه تنزل ازاي، يعني جسمها ثابت باستمرار ومش عارفه تنزل ازاي، يعني يبتدي يحصل نزول في الوزن ده ازاي. بصي النقطة دي بعيدا عن الاستطراد، يعني بشكل في بساطة لازم افهم ليه حصل ثبات في الوزن، او انا ليه جسمي بطل ان هو ينزل. في النقطة دي لازم نعرف ان احنا خلال الفترة دي لازم نزود التمارين الرياضية بتاعتنا، لازم اشتغل عليها بشكل اكبر، واشتغل ان انا اعلي الكثافة بتاعت التمرين وشدته. طيب في نقطة تانية، هي في فكره معينه او ايه هو السبب؟ دايما لما باجي افكر في حاجه بحدد الهدف اللي انا هشتغل عليه. الهدف اللي انا هشتغل عليه هو مفتاح. ايه هو المفتاح؟ الانسولين. يعني ارتفاع الانسولين بيعيق نزول الوزن، انخفاضه بيساعد، انخفاضه بيخلي يحصل النزول في الوزن. طيب يبقى أنا علشان انزله او اخفض الانسولين في جسمي، ايه النظام الغذائي اللي انا اتبعه باستمرار، او ايه الحاجه اللي ممكن هي دي اللي استمر عليها علشان ابقى كده ضامنه ان هو خلاص على طول منخفض؟ بصي هو الانسولين في عوامل هتخليني ان هو ان انا احافظ عليه ان هو نازل. اول كلمه او اول نقطه هي نفس المحور اللي احنا بنتكلم فيه، الصيام المتقطع. بصوم فترات طويله مش قصيره، بس لازم ما اغفلش حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ الفيتامينز. الفتره دي لازم اخد فيتامينز بشكل كويس. ده بتبقى ادويه؟ الفيتامينز بتاعتي اشوف عندي نقص في ايه، ابتدي ان انا اعوضه، وده ما فيش كالوري ليا بالنسبه لي. كل ده لان انا خلاص انا شغاله على فكره معينه. كمان الانسولين، ابعد عن التوتر العصبي، لازم ابعد تماما عن اي حاجه بس توترات عصبيه. لا، ما هو انا الفكره كلها ان انا هشتغل على حالي. يعني ايه هشتغل على حالي؟ ما انا عندي مشكله لما يطلع يحصل لي ستريس، ده هيعمل لي افراز للكورتيزول، وبالتالي يتحول لسكريات، بالتالي دهون، رفعت الانسولين، سبايل، بوظت الخطه بتاعتي او الفكره بتاعتي كلها. ده هيحصل ازاي؟ ممارسه الرياضه، هيحصل بان انا ابتدي اتصاحب على ناس ايجابيه، ابتدي ابعد عن الاخبار اللي ممكن تكون بتضايقني، ابتدي ابعد عن الناس السلبيين قدر المستطاع، وتحلي بالله. يعني انا بالله. دايما